السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة جنان. وصفتنا النهار اليوم طبق غراتان باللحم المفروم، ساهل التحضير ويجي بنين بزاف. اذا نبدو على بركة الله. لهذا الشيء نحتاج كيلو تاع بطاطا، راني ديجا نقيتها ونقطعها كما راكم تشوفوا الى مكعبات صغيرة. اذا مع البطاطا ندي حبه بصل، دو حبه بصل تكون شويه كبيره. كيف كيف غادي نقطعها رقيقه، فريمون رقيقه بزاف، شوفوا برسك كلين نطحنها. وهنايا ندي مقله ندير فيها زوج ملاعق كبار نتاع زيت وندير البصل باش يتقلى مليح. اذا في الديبي نقلو مليح هذاك البصل باش يولي عنده ان بون غو كيما هكا. غادي نغطيه نخليه ابوبخي حاجة 5 دقائق حتى يتقلى شوية، ومن بعد نجيب اللحم المفروم. اللحم المفروم ديت انايا هنايا حاجة 250 غرام، ما كترتش اللحم. اذا نحط اللحم المفروم في المقلاة، ندي ابوبخي نص ملعقة صغيرة نتاع ملح شوية فايتة، ندي شوية فلفل حار اللي هو الحرور، ونخلط هذه الخلطه تاعي مليح، ومن بعد نغطيها ونخليها تطيب. هنايا ابوبخي عندها حاجه ميم با 15 دقيقه وتلقوا صايي الكفته تاعكم راهي طابت. نطفي عليها ونخليها على جنب. اذا البطاطا اللي راني ديجا قطعتها اون بتي دي ندير لها مغرف صغيره تاع ملح، وراني درت الزيت تحمى ونقليها. البطاطا كي نقليها نخليها بيضة ما نحمرهاش باش تجيني شابة في الكغاتا. بوغ لا بيشاميل غادي ندير البيشاميل تجيني شوية خفيفة تاع الكغاتا. ندير نصف لتر من الحليب وندي ملعقة كبيرة من الفارينة، ميم با نص ملعقة غير شوية تاع ملح باسكو ديجا راني دايرة الملح في البطاطا. ندير شوية فلفل حار، وهنايا نرابي شوية لانوا دو موسكاد. اذا راني دايرتها على النار، النار متوسطه، نبدا نخلط فيها حتى تبدا تغلي. نزيد نقيس فيها الفرماج. هنايا الفرماج انا قصت بورسيون، درت 3 حبات، ثم ديروا فيلادلفيا ولا بورسيون ولا الفرماج اللي واجدكم. نزيد ملعقه صغيره نتاع ادهان ولا لابيل. نخلط لا بيشاميل تاعي، ها هي لا شوفوا صايي طابت بيشاميل كيما قلت لكم تاع الكراتان، تجي شويه خفيفه. هنايا نقلع البطاطا كيما راني نوريكم، البطاطا تجي عاد شويه بيضه ما تجيش حمراء، ما نحمروهاش ما تقساحش باش تجينا شابه في الكراتا. هنايا دروك ديت مول غادي ندهنه، ندهنه مليح، درت فيه غير شويه دهان وندهنه مليح. في الديبي ندير لا بيشاميل، راكم تشوفوا راه فيها دي مورسو تاع فرماج بورسيون. ندير البطاطا اللي قليناها، راه فريمون ساهل بزاف هاد لو غراتان ويجي فريمون بنين بزاف. السر تاعه هو في البيشاميل انها ما تكونش ثقيله بزاف، دونك لو غراتان تاعكم ما يجيش ناشف، يجي فيه كومين كريم، يجي كريمو، يجي فريمون بنين بزاف. وهنايا ندير الكفته، بيان سور الكفته لو شوا تاعكم ديروا على حسب ما تبغوا. ومن بعد نعاود نزيد نكب هنايا لا بيشاميل، ونجيب فرماج غابي نديره كاع في لا سيرفاس تاع لو غراتان، وندخله دروك لو فور يطيب. يطيب على ابوبخي حاجه 10 دقائق، ونحمره شويه من الفوق. ها هو لو غراتان تاعنا، شوفوا كيفاه خرج، يخرج رائع وبنين بزاف 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 بزاف، سورتو على لا بيشاميل اللي خففناها، تجي فيه كومين كريم دو فرماج. جربوه وردوا لي رايكم البنات في التعاليق. الى عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تلايكوها، ونقول لكم الى الحلقه القادمه ان شاء الله. خليتكم في رعايه الله وحفظه.